السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الفيرما 40 ريس، نريد الجزائر الجديدة بمعنى الكلمة في كرة القدم. باش نشوفوا راك يقول لك الجزائر الجديده، بنشوف انا الجزائر الجديده في كره القدم، بنشوفوا وجوه بدون وجوه اللي حطتهم العصابه، بنشوف انا وجوه. سبحان الله سبحان الله، حنا يا هذو الناس هذو ما خدموش. نعرفوا اي جزائري تهدر معاه يقول لك يا ودي ما كاش اللي يخدم اي جزائر، هو يقول لك هما يقول لك حنا كاس افريقيا تاعنا. حنا نعرفوا بلي الكاس افريقيا مشي وما جابوها، ما كاش بروغرام تاعهم، وما بروغرام تاعهم حاجه تاع الدوله، هما قال لك حنا باين نديروها ولليوم ما داروهاش، 4 سنين ما داروهاش، ما حفروش حفر. هذا مكان 4 سنوات كامله مضت على التعيين، ليس الانتخاب وتعيينه وليس انتخابه. هذا مول الفيرما على راس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. الجميع يتذكر ماذا حصل خلال مهزلة 20 مارس 2017 وكيف تم منع قبل هذا التاريخ عدة أسماء من تقديم ملف ترشحها لرئاسة الفاف وخلافة السيد الحاج محمد راوراوة. الجميع يتذكر ماذا حدث عندما استدعى الوزير ولد علي أعضاء اللجنة الترشيحية التي كان يرأسها بعمر، وضغط عليهم من أجل قبول ملف الفيرما الوحيد لرئاسة الفاف، رغم أنه لا يستوفي الشروط الخاصة بالمكتب الفيدرالي لا شرعي، وذلك تطبيق لأوامر سيده يعني علي حداد الذي يقبع في الجزائر، ونقولوا باللي في السجن. وبأعز من شكورهم جاكي شان الذي فضل رمي كرة القدم الجزائرية في مرمى الفساد ولا شرعية. الجميع يتذكر كيف تم منعت الصحافة من تغطية انتخابات الفاف ومشاهدة المهزلة. لا مليح تخرج قال لك صايي كربح، بصح المأجورين الصحافة المأجورية طبلت، وبالأغلبية ولا يقول لك بالأغلبية السحيقة، أقل مليح أنا في قناة النهار، ولا يقول لك الفيرما ربح بأغلبية ساحقة. واحد وحده تقول لي أغلبية ساحقة، هو واحد وحده تقول لي أغلبية ساحقة، ما تجيش كاع. الفاف وإن الفيرما هذه غير شرعية وستبقى غير شرعية، كيف لا والمكتب الفيدرالي عينه الوزير ولد علي، وهو من فرض الفار الأحمر الذي يعتبر ترشحه غير شرعي، والناس كانت تدافع عليه قال لك ناس ملاح وقلبه أبيض وما عليش يدي 150 مليون. هو غير شرعي في المكتب الفيدرالي، وزيد داروه ماناجير، هو نورمالمون صحة كاع دارو كنت يا عضو في الفاف، بصح ما يديش ماناجر على درتها باش تخلص دراهم 150 مليون في الشهر كنت تدي بها، ما جبت الناس وظفرت على عاب. واليوم رانا نشوفوا في هذاك الاعلامي اللي قلب الفيستا، هذاك مومن ولا ما كيسموه، بس تروح انت تصور مع لاعب، تصور مع ماكسيم لوبيز، قال لهم بصح ما قاليش على الجزائر، انت تصورت معاه برك، انت طرحت عليه سؤال، مراني راك خالعني يا مؤمن، والله راك خالعني، والله العظيم راك خالعني، راك داير مكان زعاقة، خاطيك البطولة الجزائرية انت هنايا، انت تعرف كيفاش تحرش الشعب على اللعابة، بصح ربي يكشف الحقيقة، انتوما من تباع عباد الإنسان اللي ربي خلقه انتوما تعبدوه. ما تروحش عليكم السيرة تاعكم، يدي 150 مليون هذو، وش عندنا كيفاش
سيد قرباش كيفاش كشفهم قال لهم تلقيت اوامر باش ما نحطش الدوسي تاعي حتى باللومي لو كان يهدر رفضوا له الملف تاعو. كاين بزاف اللي رفضوا لهم الملفات تاعهم هذه هي رفضوا لهم الملفات تاعهم فوتوه دينا هو يربح كان جاي محطوط وين هو يعتبر غير شرعي ونفس الشيء مع الأعضاء تاعو لأن القوانين تنص على أن يشكل المكتب الفيدرالي أعضاء دائمين في المجلس إداري النادي أو رئيس رابطة المنتخب. هذا المكتب الغير شرعي انسحب منه انسحبوا منه والاستقالات كل من زفزاف ولد زميلي قاسمي كوسا وحتى درا في السجن وباكيري الذي غاب للمرات عن أشغال المكتب الفيدرالي دون إقصائه خاطش عليه كو يقصوه يولوا غير شرعي يولوا تما اجتماع تاعهم ما كاش كاع ومن خلفهم من الناس اللي خلفوهم لا يملكون الحق لأنهم لم يكونوا من قبل في قائمة الاحتياطية. 4 سنوات عاشت فيها كرة القدم الجزائرية مهازل على المستوى القاري والعالمي مع اتحادية غير شرعية. نريد الجزائر جديدة في كرة القدم وليست جزائر حداد وجماعته الذين عينوا الفيرما ربو حداد يعني والبقية بقية العصابة. الجماهير كرة القدم تريد تغيير وانتقال من الجزائر القديمة إلى الجزائر الجديدة. تريد أناس أكفاء في الفاف ومنح الفرصة لمن يستحقها من جيل جديد لأن الجزائر تملك رجالها وشبابها قادر على رفع فعل المستحيل ورفع الراية. هذه هي ما أنا طالبين والو نظر وقت لا البترول يدير 57 ألف دولار ولا معاش على البرميل. يا خويا راي عندكم انتوبة إلا تفكرتونا ورسلتونا صدقة صحة معليش بصح اشتايلة في كرة القدم. أنا باغي نشوفو حاجة جديدة. وزير صغير رئيس اللجنة الأولمبية صغير حديرو صغار ها كملوها في الاتحادية وكملوها هذه هي. ويحيى دار تصريحات قال لهم الذهب كنت نتلاقاه الناس دارتها زعاقة صحيح والله ما راهي زعاقة لو كانت تتعمقوا فيها ذاك الكلام اللي قاله. قام كانت زعاقة تصريحات تاعهم هذو قام ما فيهاش الضحك. لازم الوسادة تشمخة بالدمعة هالي راك تضحك هالي قال لهم بلي كنا نتلقاو الذهب وانت تضحك ها ديوا ديروا من وديروا غلط قال زعاقة مكاش والتصريحات تاعهم ما دارها لكش انت تقع ما دارها لكش. احنا صارينا كي ذاك الغارديا من يخرج ويلوبوه يلوبيه الناف ولا اي جوار الاتاكو يلوبي الغارديا كيما هكا البولا انت تشوفها غير فايته هذا مكان وساهمونا شنو نقول لكم هذه هي زادشي تاع لافاف زادشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زادشي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير زادشي يدي 1000 قطار زادشي يدي ألف قطار يدي ألف قطار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوش
الرشا ومزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.